على قد ما انا كنت يعني قلقان على ابو جبل، اولا عشان الاصابه ما تتفاقمش عليه، ثانيا ان هو يلعب وهو كان مصاب ممكن ما يجيش، بس الروح اللي كان بيقول انا مش عايز اخرج، انا متاكد ان هو مش عايز يخرج عشان عايز يلعب وخلاص. لا هو لا، مش عايز يخرج عشان حاسس ان هو لسه عايز يدي تاني. انا برضو وعايز متاكد نفس ابو جبل حجازي لما اتصاب، انا متاكد ان هو مش عايز يخرج، لان اللعيبه دي كلها انا زملتهم في الملعب وعارفهم شخصيا واصحاب واخوات وعاشرنا بعض في معسكرات كتيره جدا، سواء في الزمالك او في المنتخب. فكون ان انت توصل ان اللعيبه كلها مش عايزه تطلع من الملعب، اذا ان دلوقتي بقى في روح قويه جدا من قبل الماتشات اللي هي بتاع الدور التمهيدي، دلوقتي بقى تحس ان في حدث كبير. الحدث الكبير ده انت هتحس بيه في الملعب. الروح موجوده، الاصرار موجود، عندك كابتن فريق النهارده محمد صلاح ادى بشكل كويس جدا في دور الكلام ده بفريق جدا. النهارده ماتش المغرب حصل موقف الناس ممكن تاخد ما تاخدش بالها منها. اخر الماتش محمد صلاح بيقول لمحمود علي اطلع، المدافعين كانوا بيتراجعوا. فالنهارده ده دور كابتن الفريق وقائد الفريق. محمد صلاح كان ليه دور كبير جدا. انا شفتها، هو محمد صلاح بيقول لهم تعالوا كده، تعالوا كده، يلا، برافو عليك. فكل ده حاجات مهمه جدا في الملعب. الروح ما بين اللعيبه كلها النهارده هي دي اللي كسبتنا الماتش، وهو ده اللي احنا عايزينه الماتشات اللي جايه، لان ده حدث حدث كبير. احنا نستحق ان احنا ناخد البطوله. ما ينفعش فرقه بيبقى فيها محمد صلاح احسن اللعيبه اللي في العالم ويبقى شكلنا مش كويس. فماتش النهارده محمد صلاح النهارده في 3 4 لاعبين بيعملوا عليه بلوك، والراجل بيجيب جول وبيعمل اسيست. يعني ده صعب. انا وانت راجل كنت بتدافع مع منتخب مصر وبتلعب مع نجوم كبيره عالميين. انا كنت بشوف لما بنيجي نلعب قدام دروجبا ولا صامويل ايتو ولا اديبايور ولا الناس دي، احنا بنبقى قلقانين وخايفين منه. دلوقتي بقى عندنا لاعب اللي قدامنا خايفين منه، ده بقى خلاص يعني عدينا المرحله اللي بتاعت احنا نخاف بس. لا، احنا عندنا لعيب وولد كلاس الناس تخاف منه. يعني اللي مميز محمد صلاح شخصيته، دماغه كويسه من وانا بلعب معاه من ايام برادلي لما جه منتخب مصر، من هو صغير كمان، ولسه يعني لسه بيكبر يعني. عنده الشخصيه القويه اللي تقدر ان هو يخليه كابتن فريق. عنده ان هو كمان النهارده في الملعب لازم احس بفارق. يعني من النهارده كنا الماتش النهارده نجم الماتش، من نجوم الماتش، عشان خاطر النهارده فين كلهم نجوم، لكن من نجوم الماتش اللي اتحمل انتقادات كبيره جدا النني. ايوه النهارده الانتقاد واعتابي على بعض المحللين. ارجوك اتكلم عن النني شويه. انا ما بصدق الاقي حد يتكلم عن النني زي ما انا بتكلم. بص اقول لك على حاجه، النني اولا شفت حقه يعني. اولا النني انا كنت رايح نادي كاظم الكويتي، وهو المفروض كان جاي معايا كاظم الكويتي، فقال لي انا طالع فتره معايشه مع بازل السويسري، وانا حسيت ان هو هيقدر يعمل حاجه. خد بالك انني في بداياته لعيب كبير، يعني باين ان هو ديفندر بيروح يشوط، لعيب كبير جدا، عنده الشخصيه في الملعب، عنده القوه، عنده الباص سهل جدا وكويس جدا. لكن الانتقادات انا ما بحبهاش بشكل مبالغ فيه. يعني انا ما ينفعش لاعب بحجم النني مع احترامي لاي حد ينتقده، ليك اي حد ليه مطلق الحريه انه ينتقد طبعا. لكن ما ينفعش يبقى راجل بيلعب بقاله 7-8 سنين في ارسنال وبيلعب في منتخب مصر كل المدربين بيعتمد عليه، وانت تيجي تقول لي لا ده لعيب ما يلعبش في الدرجه الثالثه او لعيب مبطل. ده الكلام ده انتقاد ما ينفعش. صح. على محمد النني النهارده اللاعب ده بيمثلنا كلنا في منتخب مصر، لازم ندعمه. مزبوط. النهارده في حاجه اسمها لاعب مش موفق في ماتش، لاعب ده وارد جدا، مدرب مش موفق في ماتش، خصوصا لما تيجي تنتقد. انا عادي جدا لو في اي حد بينتقد من الجمهور عادي، لكن لما يبقى انتقاد من كباتن كبار ومن لعيبه ليها اساميها، انت ازاي لعبت كوره؟ يعني انت عايز تقنعني انت كل ماتشاتك كنت جامد وكنت كويس؟ اكيد في وقت من الاوقات انت الماتش مش موافق فيه. ده ميسي وكريستيانو في ماتشات بيلعبوها وحش عادي يعني ده عادي جدا. في بيب جوارديولا ساعات بتخايش منه وهو مدرب عبقري، لكن يعني احنا هنا احنا الاتجاه رايح احنا لازم نقطع في اللعيبه عشان اطلع ترند. عشان اطلع الكلام ده انا ما شفتوش، وما ينفعش يتعمل في وجود منتخب مصر في وجود بطوله زي دي. تفتكر النني ولاعيبه المنتخب بيجي لهم الكلام ده بيحسوا طبعا انا كنت في الجابون في 2017، لا احنا كنا بنقعد في الاجتماعات بالليل، احنا بعد العشاء لازم نقعد مع بعض كلنا. كل الناس بتبقى عارفه، كل اللعيبه بتبقى عارفه، لكن في لعيب يتحمل وفي لعيب يتاثر.